شوف إش قد ما جارت عليك الدنيا لا تضايق، المضموم لك أجمل. إش قد ما تجور عليك أبدا لا تختنق أبدا. أنا ما أقول لك أنت بالنتيجة بشر إنسان، أنت مو حجر ولا إنسان آلي، لكن ثق ثق أن الله يضم لك الأجمل. المطلوب منك بس تصبر وتقول حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ويسعد أوقاتكم وين ما تكونون، بكل خير وسلامة، وياكم رشوة من مطبخ رشوة. نبدأ بذكر الرحمن والصلاة على محمد وآل محمد. فيديو جديد وياكم، يا رب إن شاء الله يعجبكم. اليوم الفيديو مالتنا هو روتين كامل مثل ما نقول منطقة. السلام عليكم. فهنا عندنا الروتين كامل من الصبح. طبعا هنا كنا قاعدين الغبشة، فحبينا بما أنه ابن أختي موجود حبينا إن شاء الله أنا وأخواتي شوية ندلع نفسنا، فسوينا لنا ريوق كامل. لأن إحنا مثل ما نقول يعني الريوق لا هنا، لأن صراحة يعني ما نحب قاعدة الصبح. فهنا دزينا الشغلات اللي نحبها وسوينا هذا الصينية الحلوة، وأكيد مكانكم خالي وساهمكم العافية. بعدها أكيد الغداء وتنظيف ومن هالسوالف. فبما أنه أنا فيديوهات أكو عندي ما تنظيف وغدا هواية، فحبيت هالمرة ألغي فقرة الغداء وأخلي ما بعد الغداء اللي هي العصرية. فحنروح للسوق وأكيد أخذكم وياي بهالجولة الحلوة، أخذكم جولة بالمحلات مثل محلات الورد واللي يبيعون هالشغلات الحلوة، وكذلك محلات الذهب، محلات الملابس، محلات شغلات المطبخ الحلوة. لقيت محل كلش حلو يعني مفتح جديد اللي هو خاص شغلات المطبخ، فالصراحة عجبتنا شغلات بيها، مصورتكم من عنده هواي شغلات. وأكيد بعدها جبنا عشانه ويانا، فالمشتريات اللي أخذتها من السوق يعني شغلات بسيطة أنا وأخواتي اللي محتاجي، صار لنا فترة ما رايحين للسوق. فأكيد هم صورتكم الشغلات اللي جبتها وياي، وكذلك نجيب العشاء ويانا ونرجع. فأنا هخليكم تستمتعون هنا بالأجواء ويانا وتشوفون الشغلات الحلوة، وأكيد تتونسون ويانا حتى لو كان الفيديو مثل ما نقول بسيط، لكن واحد المشاركة حلوة. فأنا هخليكم تكملون الفيديو وبعدين أرجع لكم حتى نرتب العشاء وياكم وكذلك المشتريات. أتمنى مدام بعدكم بداية الفيديو تخلوا لي لايك حتى تشجعوني أن أستمر وياكم شوية وراجعت لكم.
ورجعت لكم هنا بعد ما رجعنا من السوق، فأكيد حشوفكم مشتريات اللي أنا جبتها. فهنا عندنا صندانة، يعني هيك نوع من ما أعرف شنو اسمها بالضبط، أختي أخذت منعتها وحدة عجبتها فهذه هي. وهنا عندنا السماد، لأن إحنا عندنا سنادين يعني بالغرفة تكون دائما يحتاج لها عناية وهالسوالف. أنا الصراحة يعني بشغلة الورد وهالسوالف يعني مو هالقد انه اجيب اصطناعي، لان مثل ما نقول يحتاج لها اهتمام قوي. هذا السماد، وهنا عندنا هذا شامبو الجسم همين مخلصه فجبته، وكذلك عجبتني من المحل اللي قلت لكم ما شاء الله جديده يعني منزليه ومطبخ، عجبتني هالمبخره كلش حلوه. طبعا هي موديلها كلش حلو، وكانت عجبتني انه اكو مبخره هي نفسها الديزاين لكن على شكل ورود وتكون حجمها اكبر، لكن مليئة. وبكرامتكم همين مداس للبيت مثل ما نقول محتاجة تهمين، ويعني هنا همين عندي شغلات انه انا بالتقديم دائما عندي قطعتين اللي هي الملعقة، ومحتاجة الشمشة اللي تكون نفسها، ومحتاجة همين هنا معجون الاسنان جبنة، وهذا العصارة المرطبة، وكذلك هذا المرطب. وهم أخذنا باودر يعني المحتاجة من أخذتها. هذه الشغلات البسيطة اللي جبناها، ويعني إحنا مثل من نحتاج شغلات هيش يعني نروح مرة واحدة حتى نجيبها. طبعا أكيد بعدها جبنا ويانا دجاج، عفوا كباب دجاج شوي، فراح أسوي هيش ترتيبات بسيطة، وأكيد همين سهمكم العافية. أتمنى إن شاء الله اليوم الفيديو بما أنه منوع عجبكم، أتمنى أن تقصروا وياي باللايك، واللي زارني أول مرة تنسوني اشتراك وتفعيل زر الجرس حتى توصلكم كل فيديوهاتي. وبالأخير أحب أقول لكم في أمان الله، انتظروا فيديوهات قادمة.